ده إدوارد كولين الشهير بإدوارد بيضة، مصاص دماء أبيض اللون، بيدخل في علاقة مع إيزابيلا سوان الشهيرة بيلا، وهي إنسانة طلب كتير عليها في السوق، فبيدخل عشانها في مزادات ومزايدات ومشاحنات، لحد ما بتقرر هي إنها تتحول عشانه هي كمان من إيزابيلا سوان لإيزابيلا بيضة. وتقدر تشوف ملخص الجزء الأول والتاني من هنا أو هنا أو هنا. بيقول إدوارد البيلا في يوم وهم قاعدين في جنينة الأندلس بتاعت فوركس وهي قاعدة بتذاكر عشان عندها امتحان، بيلا تتجوزيني؟ لا حولني الاول. فقام جازز على اسنانه وقايل لها اتجوزيني، فقالت له حولني. فقام واكل حته من اللثه بتاعته وقال لها ماشي اتجوزيني وحولك، فقالت له تحولني على بيت الطاعه صح؟ وبعدين نتجوز ليه يا حبيبي؟ ما احنا كده حلوين اهو، واكلين شاربين نايمين جنب بعض، ليه نتجوز وندخل في مشاكل؟ حولني بقى وخلاص. فقال لها طب ما تجيبي بوسه، فقالت له ولد عيب، انت فاكر نفسك جوزي؟ وبترجع لابوها اللي معاقبها وبيقول لها ان ادوارد ده واخد مساحه في حياتك اكتر مني، وان انا محتاج اخد مساحه في حياتك انا كمان. تعال اعمل معاكي صفقه، هفك العقاب اللي عليكي مقابل انك تقابلي ناس تانيه غير ادوارد. فقالت له ناس زي مين؟ فقال لها جيكوب مثلا، الواد مكتئب وحزين وعايز قطه زيك في حياته. قالت له قطتي بقى، انت كده قصدك بقى انه محتاج اسد في حياته. وفي يوم ادوارد قاعد بيمرن احباله الصوتيه مع بيلا في العربيه بيقول لها تتجوزيني، فبتقول له هتحولني، وبيبص بيلاقي جيكوب واقف مستنيها قدام المدرسه، فبيروح له عشان يشوف عايز ايه. فبيقول له جيكوب انا جاي احذرك ان لو فيكتوريا مصاصه الدماء جت اراضينا تاني هزعلك. فادوارد قال له بسم الله ما شاء الله، عشان انا بعدادي مقوي قلبك. بعدين فيكتوريا دي مش تبعنا، وانت عارف ده من سيزون 1 انها بتعمل كل ده عشان قتلنا حبيبها اللي كان عايز يأذي بيلا حبيبتك. فقامت بيلا قالت لادوارد يعني انت لما سفرتني اشوف مامتي كان عشان تحميني منها مش عشان بتحبني؟ فادوارد قال لها ما انا بحميكي عشان بحبك، بطلي غباء بقى. وقام باصص لجيكوب اللي ابتسامته كانت من الودن للودن وقال له ماشي يا ابو سورمان هوريك. وبتسيبه بيلا وبتروح تركب المكنه ورا السوراماتي اللي بيسيب ادوارد واقف لوحده بعد ما جيكوب خد المكنتين وطلع على البيت. وبتلاقي بيلا هناك اربع ذئاب بشريه مره واحده، فبتبتسم كده وتقول لهم انتوا الاربعه تحولوني. وبترجع بيتها بتلاقي بياضه قاعد مستنيها ولسه هيبخ في وشها، بيشم ريحه غريبه وبيكتشف ان فيكتوريا بعتت حد ساب رساله تهديد لبيلا. وبيتدخل جيكوب وبيقول لادوارد ان اللي حصل ده انت السبب فيه وبيقفش فيه. فبيلا بتتدخل وتقول لهم كان يوم اسود يوم ما جيت فوركس. فجيكوب قال لها اشبعي بيه يا ستي، الدنيا دي عامله زي الميزان بترفع المقشف. بيحصل تحالف بين فريق جيكوب والذئاب وفريق ادوارد والخفافيش عشان يحموا بيلا، وبيبتدي جيش مصاص الدماء اللي فيكتوريا صنعته يكبر بقياده واحد اسمه رايلي. فيكتوريا ضحك عليهم فهمها انها بتحبه، وبتبتدي تنتشر اشاعات في البلد عن زياده اعداد الضحايا المختفين. وفي يوم وبيلا قاعده في حضن ادوارد بتقول له انت عارف ايه اكتر حاجه مخوفاني دلوقتي؟ فقال لها ان باباك يفتح الباب فيشوفك في حضن راجل غريب. فقالت له لا انا خايفه بابا يفتح الباب يلاقيني ما جبتلكش حاجه تشربها، اصل احنا كرمه قوي. حتى اسال جيكو، فقال لها السوراماتي وبيسالها بيلا مش هتتجوزيني؟ فقالت له بياضه مش هتحولني. وبيتمشى معاها جيكوب ابو سورم عامل جواه ستورم وبيقول لها بيلا مش انا الاوان بقى تعترف باللي جواكي؟ قالت له ده اللي هو ايه انا مش فاهمه، انك بتحبيني انا وما بتحبيش بياضه؟ فقالت له لا انا بحبه هو. فقال لها ده مصاص دماء انت مش عارفه انت بتعملي ايه في نفسك، ما ينفعش يبقى معاك الديب وتقومي واخده الخفاش حبيب. وقام بايسها عنوه، فقامت زقاه وقالت له جيكوب ايه ريحه بقك دي انت كلت ايه قبل ما تيجي؟ فقال لها باكل في نفسي من الصبح والله عشانك. وقامت لطشاه بالقلم وجاريه. وبيجي بياضه يتخانق معاه، فابو بيلا بيسمع الصوت وينزل يشوف فيه ايه. فجيكوب بيقول له انا بوست بيلا وهي كسرت ايدها وهي بتضربني. فقامت شارلي بص لها وقال فعلا انا عرفت اربي يا جيكوب. يبتدي الجيل الجديد لمصاص الدماء خطر ويزيد، وبتشوف اليس كولين رؤيا ان جيش مصاص الدماء الجدد جايين عشان ينتقموا من بيلا وهيوصلوا خلال 4 ايام. فادوارد بيقول لها ما تخافيش يا بيلا انا معاكي، هم صحيح كتير شويه. فجيكوب قال له انا هحمي بيلا معاك. فادوارد قال له يسلم لسانك يا ابو سوق يا ابو الصحاب. وبيقول ادوارد البيلا العالم بينتهي بقى مش هتتجوزيني؟ فقالت له العالم بينتهي بقى مش هتحولني. بيعمل ادوارد وخفافيشه وجيكوب وذئابه معسكر تدريبي عشان يتدربوا على حركات جديده بقياده كابتن محمد الحلو، وبيحطوا خطه يعملوا بيها كمين في العدو وبيقولوا عليها لجيكوب اللي بيدخل عليهم هو وعضلات بطنه. فادوارد بيقول له ريحتك وحشه قوي يا عم الثعلب، انت فكرت ولا ايه؟ انت عارف ان وانت جاي من بعيد افتكرتك ست؟ فجيكوب قال له عارف وانا جاي من بعيد كده افتكرتك راجل. وبياخد جيكوب بيلا وبيعملوا تيست كده هل فعلا ريحته تغطي عليها ولا لا، وبيبلغوا باباها انها تروح في رحله مع عيله كولين، بس بابا بيقفش عشان ما عندوش بنات تبات بره، ولكن بيوافق اول ما بيعرف ان جيكوب هيكون موجود. بتطلع بيلا على بيت عيله بياضه، وهناك بتروح تساله مش هتحولني؟ فقال لها مش هتتجوزيني، ويقوم بيطلع الدبله من جيبه وفاتحها عليها وبيقول لها بيلا اتجوزيني. فقالت له هو انا ممكن اسالك سؤال؟ فقال لها انت دلوقتي سالتيني سؤال. فقالت له طب ممكن اسالك سؤالين؟ فقال لها انت دلوقتي سالتيني سؤالين. فقالت له طب ممكن اسالك يا
عم 4 أسئلة؟ فقال لها طب ما انت سألتين 4. فقالت له امتى ده؟ فقال لها دلوقتي اهو. بياخد ادوارد وجيكوب بيلا يخبوها بقى في مكان ساقع جدا وجسمها متكتك، وبيجي جيكوب يقول لادوارد هدفيها انا عشان انا هوت اكتر منك. فبياضة قال له ده حقيقي عشان انت من جواك بتغلي مني. فبيلا بتقول لهم كفاية بقى، فبيقولوا لها اختاري واحد مننا. فقالت لهم بقول لكم ايه، انا الصراحة محتارة حلي ولا حد. وبتبص لجيكوب وبتقول له انا مضطرة اكلها بدقة واكمل مع ادوارد. بتبات بيلا في حضن جيكوب اللي بيدفيها، وبتصحى تقول له ادوارد معلش والله لو زعلان مني امبارح، بس الجو كان برد والولا كان دافي الصراحة، ووعد في الصيف اجيلك انت. وبيفكرها بموضوع الجواز، فبيدخل جيكوب مرة واحدة ويقول لها تتجوزيها سفلة، وانا اللي كنت فاكرك مرافقة يومين والسلام. يا بيلا وقعت من نظري وطلعت رخيصة قوي. وبتروح بيلا تجري وراه عشان تصالح، فبيقول لها انت اسوأ انسانة شفتها في حياتي. ولما بيرفض يقف لبيلا بتقول له جيكوب بصني. قال لها بجد؟ قالت له بصني بسرعة. فبيروح يبصها ويقول لها انا اسف لو شكيت في اخلاقك ولو للحظة. بيوصل جيش رايلي للمدينة، وبتبتدي الحرب بينه وبين قالت كولين والمستذئبين. وبعد عدة شقلبازات وقفزات وشوية اكشن وحركات، بتقدر فيكتوريا ورايلي انهم يوصلوا لمكان بيلا وادوارد اللي كان قاعد بينفخ لها في ودنها. وبيعملوا حملة على ادوارد اللي اتفاجئ ان الحوار فيه اكشن مش محن بس، فبيربطوه ويكتفوه ولسه هيخنقوه ولا يشنقوه. بتعور بيلا نفسها عشان دمها يلفت تفكيرهم تجاهها. وبيتدخل ذئب من الذئاب وبياخد رايلي في رحله ورا مصنع المقاسي، وبيقدر ادوارد انه يقتل فيكتوريا. وبيقول لبيلا اصل انا خفاش لما بتعصب ما بشوفش قدامي. وبيتصاب ذئب من الذئاب في المعركه، بتكتشف بيلا انه جيكوب، فبتروح تجري عليه وتقول له ذئب حبيبي. فبيبص لها وبعد كده يبص لادوارد بقرف ويقول بفتنا تعشر المظابيط يا سمك شعره يا وطويت. وبعد ما ينقلوه البيت بتزوره بيلا وتقرر تصارحه وتقول له جيكوب انا بحبك. فقال لها بجد؟ بس بحب ادوارد اكتر. فقال لها يا ريتك ما حبيتي حد، بس برضه انا هفضل احبك يا بيلا وهفضل مستنيكي حتى ينبض قلبي للمره الاخيره ربما. قالت له احمد خالد توفيق قالها قبلك من 28 سنه، انت مش كرييتيف يا اسطى. وسابته فقام عيط وقال حبيت انسان جرحني، حبيت خفاش سواحني وعجبي. بيناقش ادوارد مع بيلا تفاصيل الجواز، فبتناقش بيلا مع ادوارد تفاصيل التحويل، بيقول لها يا بيلا اخيرا هتبقي مراتي. فقالت له قول يا رب. هو انا مش عارف ليه انا حاسه اني ناسي حاجه تقريبا، نهار ازرق نسيت اقول لابويا على حوار الجواز ده. فبيقول لها ادوارد من دلوقتي انا بابا وانا ماما وانا كل حاجه في حياتك خلاص. فبيلا قالت له بياضه انت حبيبي القلب اللي غيابه بيأثر عليا بالسلب، واي حد هيحاول يفرق بيننا يبقى ابن 60 كلب. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده. سلام.